مشاهدين ساعة مع نبال، مساء الأنوار. اسمحوا لي النهاردة أني أمثل كل سيدة بتتابعنا من جمهور البرنامج. أنا أعتبر صفر معلومات عن المجلس القومي للمرأة، وأكيد في ستات زي كتير بيسمعوا عن المجلس القومي للمرأة لكن ما عندهمش معلومات كافية. هو إيه ولا دوره إيه؟ أهدافه إيه؟ وده اللي حبينا النهاردة إن إحنا نعرف معلومات أو نوضح صورة عن المجلس القومي للمرأة وهو بيعمل إيه، بوجود ضيفتي الدكتورة جمهورية عبد الرحيم، عضو مجلس القومي للمرأة فرع الجيزة والمتحدثة عن حملة بلدي أمانة. برحب بحضرتك يا فندم في ساعة مع نبال. ميرسي لحضرتك على المقدمة الجميلة، وأنا سعيدة جدا إن أنا معاكي النهاردة في البرنامج. ده شرفتيني. حضرتك طرحتي تساؤل مهم جدا، إن هو مش صفر معلومات عن المجلس القومي للمرأة، لا. أكيد حضرتك تعرفي كتير لكن مش واصل لبعض الناس أنشطة المجلس القومي للمرأة. المجلس القومي للمرأة منتشر في محافظات الجمهورية كلها، إحنا لينا 27 فقط على مستوى الجمهورية. المركز الرئيسي في مدينة نصر في القاهرة، ده معين من سيادة الرئيس، 30 شخصية قيادية نسائية ورجال، وكمان تخصصات مختلفة، أساتذة جامعات، قيادات طبيعية، أقباط، مسلمين، كل الشرائح موجودة في ال 30 اللي معينهم الرئيس. دكتورة جمهورية، اسمحي لي، يعني أنا عايزة أعرف منك الدور اللي بيقوم بيه المجلس وأهدافه، وإزاي هو بيقوم بتدعيم المرأة. المجلس القومي للمرأة من اسمه يعني خاص بكل شرائح المرأة المختلفة على مستوى الجمهورية. تمكين المرأة الاجتماعي، تمكين المرأة الاقتصادي، التمكين السياسي، إعداد وبناء القدرات النساء في مجال المشروعات الصغيرة، في مجال التدريب، في مجال التنمية، في كل المجالات. هو المنوط بكل قضايا النساء على أرض مصر. وكمان احنا دلوقتي تجربتنا بقت تدرس في الدول العربية، بقت في الأمم المتحدة. عندنا قيادية شابة، دكتور مايا مرسي، برغم من صغر سنها وبترقص قيادات أكبر منها في السن، لكن خبرتها ومعلوماتها القوية وشغلها في المحافل الدولية والمنظمات الدولية إداها قدرة وكفاءة كبيرة على أنها تدير كيان زي ده، وتجيب كل التجارب الرائدة في دول العالم تطبقها في مصر. المجلس القومي للمرأة زي ما قلت لحضرتك ليه 10 لجان، لجنة صحة، يعني بنشتغل على مجلس الصحة، لجنة تعليم، لجنة تمكين اقتصادي ومشروعات صغيرة، لجنة تدريب وتثقيف، لجنة مشاركة سياسية أشرف أن أنا أكون عضوة فيها، عدة لجان، ولجنة محافظات مهتمة بشؤون المحافظات. اللجان بتشتغل على المستوى المركزي، بيمثلنا في 27 محافظة، 27 فرع مقررة. والفروع موجودة، المقررة حد واحد، في مقرر مناوب، وفي من 15 ل 30 عضو معاه، بيلبوا كل التيارات الموجوده، القيادات الدينيه، القيادات الطبيعيه، القيادات كل المجالات، يعني تدعيم في جميع كامل للمرأة. ده التشكيل العام عشان الناس تبقى عندها فكره. ايه بقى الانشطه اللي احنا بنقوم بيها؟ من الالف للياء، كل ما هو يخص المراه، من اول ما تصحى من النوم لحد ما تنام تاني احنا شغالين عليه. شغالين توعيه، شغالين محو اميه، شغالين بنعمل يعني في 2 مليون رقم قومي مجاني اتعملت للنساء المهمشات في الكام شهر اللي فات. كمان فصول للمتسربات من التعليم. في حصر وفي تطوير، في لجنه تشريعيه بتشوف القوانين زي قوانين الميراث، قوانين الاحوال الشخصيه، قوانين الطفل، كل قانون الرؤيه اللي عامل ضجه دلوقتي، اكتر من حاجه بيشارك فيها المجلس القومي للمراه لانه منوط بقضايا المراه المصريه المعاصره وقضايا المراه المصريه اللي واخدينها وارثينها. يعني احنا لو بصينا لقوانين الاحوال الشخصيه هنلاقيها من الثلاثينات ما اتغيرتش، بالرغم ان في تطور سريع في الحياه العامه وتطور في كل مناحي الحياه حوالينا، فلازم التطور القوانين تلبي الاحتياجات الحاليه. فطبعا في تعديلات زي قانون الميراث اللي كان بيمتنع الاخ عن انه يدي الميراث لاخته في بعض قرى الصعيد وحتى في الوجه البحري.
تدخل المجلس القومي للمرأة واللجنة التشريعية مع مجلس النواب مع الأحزاب مع كل الأجهزة المعنية بده طبعا مع الدولة، بقدرنا ان احنا نعدل ويبقى في عقوبات لقانون الميراث للي يمتنع عن تقسيم الميراث. بتشوفوا ان في تفاعل من الستات مع اللي انتوا بتقوموا بيه داخل المجلس؟ المجلس منتشر في كل قريه ونجع وكفر في كل محافظات الجمهوريه. تمام. لان حضرتك هتتكلمي عن حمله بلدي امانه، دي احد الحملات اللي احنا بنعملها، لكن قبلها في حمله ساندي بلدك بكره الخير جاي لك، في حمله التوعيه شاركي صوتك امانه لما كان في انتخابات رئاسيه وكان في الاستفتاء على الدستور والتعديلات الدستوريه الاخيره. تمام. كان في كل يعني ما بنحتاج حاجه ملحه، محو الاميه، المطر بتاع امبارح اكيد هتبقى في حمله توعيه صحيه، حمله ايام انفلونزا الطيور والخنازير كان في حملات توعيه. فيما عدا الحملات المكثفه اللي بتبقى على مستوى الجمهوريه، اولا التكليف بيبقى لل 27 فرع. تمام. ال 27 فرع بيتحركوا في كل القرى والنجوع ومش مراكز المحافظات بس ولا عواصم المحافظات، لان العواصم بتقدر تفهم وتقرا وتطلع ومنهم موظفات وعاملات واساتذه جامعه، لكن الست البسيطه اللي قاعده في الرغيف ما تعرفش كتير عن المجلس، دي اللي احنا بننزل لها وبنوعيها، ودي اللي احنا بنلاقيها لما بيكون في مشكله او قضيه هي اللي بتطلع وهي اللي حمايه يعني خط الدفاع الاول عن مصر هي الست المصريه. الست المصريه. المجلس القومي للمراه اطلق حمله بلدي امانه. يعني ايه الهدف من الحمله دي؟ عايزين برضو نفهم الحمله دي عباره عن ايه وايه الهدف منها؟ الحمله دي اطلقها المجلس من شهرين، المفروض ان هي من شهر سبتمبر وشهر اكتوبر، ما زالت مستمره الى الان في كل فروع المجلس على مستوى الجمهوريه. بننزل للستات البسطاء، بنخبط على البيوت زي حمله طرق الابواب اللي احنا عملناها، بنخبط على البيوت وندخل البيوت الريفيه البسيطه وبنقول للست احنا جنبك، هي في خدمات بتقدمها الدوله هي مش عارفاها، وفي وما تعرفش احنا مين، زي ما حضرتك قلتي مش كل الناس تعرف مين المجلس القومي للمرأة. فبنقول لها المجلس القومي للمرأة اهو جاي لك لحد عندك، لحد بيتك، لحد مكانك، لحد الغيط بتاعتك، لحد القافله الطبيه اللي انت فيها، بنتواجد معاهم. ليه بقى كان في التوقيت ده بالتحديد؟ التوقيت ده كان في حملات لاثاره الفوضى في البلد، كان في دعاوي مغرضه لاقامه مظاهرات وعوده الفوضى مره اخرى زي ما حدث في 2011، لكن تماسك الدوله المصريه وتماسك يعني القيادات والقياده يعني القياده السياسيه بكل ما تقوم به من مشروعات قوميه على مرأة ومسمع من الجميع، الحكومه يعني ما فيش كتير دلوقتي يختلف على ان الحكومه الحاليه شايله اكتر من اللازم، الناس ما تعرفش ده، فاحنا نازلين نقول لها بلدك امانه. امانه ليه بقى؟ امانه لان في حاجات اهو ما تصدقيش الاشاعات اللي بتتقال، ما تصدقيش ان بلدك ممكن يحصل فيها فوضى، لا ده في وفي وفي مشروعات وفي حمله فيروس وفي علاج سرطان الثدي مجانا وفي الدوله بتقدم كذا وبتقدم كذا. تقديم الوعي الكافي. الوعي وبنفهمها ايه اللي هي مش واصل لها وبنعرفه لها، يبقى واجبك انت بقى ايه في اللحظه دي؟ بتقول يبقى لك دور جنب بلدي. بالظبط. فبتبقى معانا بتقول بلدي امان. فكلنا بنقول بلدي امان. هنرجع لحوارنا دكتوره جمهوريه، بس معانا تقرير سريع هنشوفه، وده بيبين مدى وعي المراه المصريه وان الناس اللي بيقولوا ان هي ما عندهاش وعي وما عندهاش ثقافه. وعي جدا على فكره. بالظبط. التقرير ده هيظهر قد ايه وعي السيده المصريه، وهو ده اللي احنا عايزين نوصله النهارده في ساعه مع نبال. خلينا نشوف التقرير. ربنا يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين كلها يا رب على مددك، وربنا معاك،
ربنا معاك يا رئيسني. اثبت يا رئيسة ما تخافش من حد. ان عملوا فيك حاجه انت عارف بالطياره واديلهم. اوعى يا رئيسنا تسيب حد يطلعها. احنا مش عايزينك تطلع ابدا. عايزينك تتنك معانا على طول. لان عمرنا ما نستغنوا عنك يا رئيسنا. الله ينصرك الله ينصرك. يا مصر عيش مصر يعيش مصر. هي مصر مصر بلدني ورئيسنا هو رئيسني. الله ينصره الله يقويك عليك. الله ينصرك يا رئيسني الله يقويك. الله ما يشمت حد فيك يا رب. طب ندعي له كل يوم كل حاجه والله كل حاجه متوفره. ربنا يخليه ويطول عمره وينصر على من يعاديه. عفتاح السيسي يا رب يطول عمره ويخليه وينصر على من يعاديه يا رب. هو اللي حمينا من اي دوله كان يخش يكسر البيبان علينا زي الدول الثانيه. والله بيشوفوهم في التلفزيون انا منعيط عشانهم والله. اسرائيل وامريكا وسوريا كله والله من خوف من شوفه من خوف يقول ربنا يخليه وحيشيلنا بلاوي ياما والله. حيش عننا بلاوي ياما جو السيسي. ربنا يخليه ويطول عمره ويكفي شر المرض وينصر على من يعاديه. الرئيس عفتاح السيسي والله ربنا يطول عمره ويديه الصحه ويحيش عننا بلاوي ياما. والله يحيش اسرائيل وامريكا ودول ياما عنني. ده بنشوفهم على الدول الثانيه بكسر البيبان ويخشوا يقتلهم ويعملوا الحاجات اللي في الخارج. انما هو حيش بلاوي والله يامي. ده كده رضا من عند ربنا. والسكر متوفر والزيت والدقيق والله والرز كل حاجه متوفره. بس ربنا يبعد بقى عنا المرض وكل حاجه حلوه. والله الله ينصره على من يعاديه. الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله. زي ما شفنا في التقرير هو ده اللي احنا عايزين نقوله ان كل ست في مصر مهما كانت بسيطة عندها وعي وعندها فهم وإدراك لكل حاجة بتحصل حواليها. هي محتاجة بس ان يتم تدعيمها او تفهم ايه اللي بيدور حواليها عشان يبقى ليها دور فعال. برجع تاني للدكتورة جمهورية عبد الرحيم. اهلا بحضرتك. وزي ما فهمت من حضرتك ان حملة بلدي امانة ما كانتش بس مقتصرة على محافظة القاهرة. دي كانت بتتجول في كل المحافظات تقريبا يعني. في برضو يعني سؤال كده عايزة اقوله لحضرتك. هل كان من اهداف الحملة إن هي ترفع يعني لرفع الروح الوطنية للأمهات والنساء؟ هي أصلاً روح الوطنية مرتفعة جداً. لما تتكلمي مع الناس البسطة أنت بتحسي إن أنت راحة يعني خلاص. الانتماء ده حاجة طبيعية. شايفة الست البسيطة قالت إيه؟ حيش عننا بلاوي كتير. يعني أدي التعبير البسيط. ادخلي بقى في القرية في الغيط في الست اللي بتخبز قدام الفرن وإحنا بندخل لها وبنخبط عليها. فاهمه وواعيه وعارفه وبتقول احنا اول حد يخرج يدافع عن بلده. احنا شايفين حوالينا ايه. سوريا فيها ايه. العراق فيها ايه. حقيقي. ليبيا فيها ايه. حقيقي. السودان بقى هي فاهمه. اليمن بتقول ده كل ده. في ست بسيطه قالت لنا جمله حلوه قوي. قالت لنا طب كل اللي بلدهم باظت جت عندنا. احنا نروح فين؟ اللفظ ده ما عرفناش نرد عليه. احنا نروح فين؟ احنا كتير قوي. احنا نروح فين؟ احنا واحنا بنحضر الحلقه بصراحه عجبني جدا طريقه تنفيذ الحمله. يعني انتوا بتنزلوا بتروحوا العضوات بنفسه. ما هو ده اللي احنا شفناه واحنا بنحضر. وقيادات اعلاميه وقيادات يعني اشرح لنا. معانا شيخ من الازهر معانا قس من الكنيسه معانا داعيه اسلاميه ومعانا كمان راهبه من الكنيسه. لان احنا سيدات فلازم تبقى معانا سيدات. لما بندخل بلد او قريه او نجد بنستضيف العمده نفسه. القيادات الطبيعيه الجمعيات الاهليه اللي هناك المجتمع المدني القيادات المؤثره. احنا مش بنمشي لوحدنا. فبتلاقي وعي ديني وعي ثقافي وعي معانا اعلاميين. يعني بيلاقوا التلفزيون معاهم بيلاقوا اذاعه معاهم بيلاقي صحفي بيكتب بيلاقوا. هما مش بيصدقوا ان الحمله دي 40 50 حد داخل عليهم يعني ومنتشر كده في البلد وماشي مين دول. فبيخرجوا يسالوا ان يعني كمان في بروتوكولات تعاون بين المجلس القومي للمراه ووزاره الصحه. كل القوافل الطبيه اللي بتنزل زي حمله فيروس سي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وكمان حمله الاطفال والنظر
كل الحملات دي احنا بنشارك فيها، بننزل مع الحملات القومية وبنشوف وعي الناس، لان في كمان ختان الاناث بقى منتشر في بعض قرى الصعيد وفي بعض قرى الجيزة اللي احنا فيها، فروحنا القرى دي وشفنا ليه بيعملوا ده، فما عندهمش وعي. وبيقول لك ده احنا طلعنا لقينا اهالينا بيعملوا كده، طب ده انا بنتي اتطلقت بسبب كذا، ده انا بنتي، طب لو بنتي عارفه ان بنتك اتطلقت بسبب كذا تعملي تاني؟ تقول لي اتعلمنا كده. دكتوره جمهوريه، احنا معانا بعض الصور عن عن نشاط الحمله وفي مختلف انحاء مصر تقريبا يعني. خلينا أكمل مع حضرتك، هل يا ترى المقصود من الحملة إن الست عصب البيت وإن هي لازم يبقى عندها وعي كافي بكل اللي بيدور حواليها؟ يعني إيه برلمان؟ يعني إيه يعني تبقى فاهمة ومدركة ده؟ على فكرة الست المصرية تعدادا في التعداد الأخير الإحصائي هي نص المجتمع ومسؤولة عن النص الثاني وبتولد النص الثاني، فطبيعي لما يكون نص المجتمع في مجتمع بيمشي برجل واحده؟ لا طبعا. اكيد لا. وبعدين هي مسؤوله عن النص الثاني، النص الثاني سواء كان الزوج او الابن او الاخ او الاب، يعني لو صلحت الام مدرسه لو قعدت تقعدت تشعب انت بالاعراف. لما الام انت تفهميها او الست المصريه انت تفهميها ايا كان موقعها، اذا كانت اخت او ام او زوجه او صديقه او اي حاجه، هتلاقيها هي اللي خدت الوعي بتاعها وزعته على كل اللي حواليها. طبعا المرأة المصرية يعني لو تابعنا حتى في التاريخ المعاصر، بلاش هنقول ثورة 19 ولا الثورات القديمة ولا أي مجال اتعمل قبل، يعني خلينا في العصر الحديث، خلينا في ثورة يناير الست المصرية كانت فين؟ خلينا في الاستحقاقات الدستورية اللي بعد كده، الاستفتاءات الدستورية، الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية، بتلاقي الستات أكتر من عدد الرجاله بيروحوا اللجان، مش بتبيع صوتها ولا حاجه، بالعكس ده هي عايزه تروح تقول انا اهو انا فاهمه انا واعيه انا جايه ادي صوتي للي يستحقه سواء كان راجل او ست. وشفنا كمان احنا عندنا في البرلمان دلوقتي 90 سيده، يعني عدد ما حصلش قبل كده. احنا معانا الاستاذه ماجده محمود عضو المجلس القومي للمراه. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير، اهلا بيكم واهلا بالاستاذه جمهوريه، وطبعا هي من العضوات النشطات في فرع الجيزه. اهلا وسهلا. عشان بس المقرره قويه جدا فكلنا نشطات. انتم منورينا النهارده في ساعه مع نبال. خليني اسال حضرتك رايك في الدور اللي اللي بيقوم بيه المجلس القومي للمراه. لا انا اقول لحضرتك الواقع اللي بيعمله المجلس القومي للمراه على الارض، لكن انا اقول رأيي في الدور مش هقدر أقول رأيي في شغل إحنا بنعمله، لكن أقدر أقول لك إحنا اشرحيهن باستفاضة، لأن يعني زي ما قلنا في بداية الحلقة إن في كتير قوي ما عندهمش معلومات كافية عن المجلس القومي للمرأة. أهم رسالة إحنا من أول ما بدأنا مع دكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كانت أول رسالة منها وأهم رسالة لـ 27 مقررة مش بس الجيزة، التحايم على الارض مع المراه، انزلوا لها وروحوا لها في كل مكان هي موجوده فيه، روحوا لها في بيتها، روحوا لها لو فاتحه محل، لو فاتحه كشك، لو قاعده بتبيع عيش في الشارع او خضار او في المدرسه في الجامعه. احنا بنروح للمراه في كل مكان، يعني احنا على الارض مع المراه. وهو ده كان في الاول هم مش مصدقينه، لكن فعلا لقونا يبقى كل شويه من وقت لاخر احنا قدامهم بمبادره من المبادرات، بحمله من الحملات، وحملاتنا كانت كثيره جدا ومبادراتنا كانت كثيره جدا لالتقطها دكتوره مايا مرسي، طرق الابواب لاني رجل، حتى استهدفنا كمان في مبادراتنا الرجال كمان، بتاعتك حقوقك، الحقوق البرلمانيه، التمكين الاقتصادي، كل هذه الاشياء احنا اشتغلناها على الارض مع المراه. صراحه كانت داعم جدا على الارض في هذا الموضوع الرائدات الرجال، لان حضرتك تعرفي ان الرائده الريفيه اصلا هي بتدخل كل بيت وبتبقى عارفه كل بيت وبتبقى عارفه كل بيت. اسمحي لي اسمحي لي يا فندم اسالك، هل يا ترى وانتم بتتجولوا في المحافظات شفتوا تفاعل من السيدات مع حمله بلدي امانه؟ حضرتك قلتي كلمه مهمه قوي، قلتي المراه هي الداعي في البيت، وفعلا المرأة هي الدعم القوي في البيت، وبالتالي هي الوعي اللي عند المرأة المصرية
بيخليها هي تستشعر أهمية إن بلدها تكون أمانة في رقبتها. هي تعي تماما قيمة البلد، تعي تماما قيمة الأرض، تعي تماما ما يحدد البلد، تعي تماما إن الشائعات اللي بتدور حوالين أي معنى من المعاني أو أي حاجة بتطلق هي الهدف منها إنها تهز أي معنى أو أي قيمة في البلد، فهي بتبقى حذرة جدا وعندها وعي وبتتصدى لده وبتشرح لاولادها وبتنقل لجوزها. واحنا على فكره اما بننزل في حملات طرق الابواب الاستاذه الجمهوريه هي موجوده تاكد على ده، ان احنا مش بس بنخاطب المراه، احنا لما بنلاقي جوه البيت زوجها ولادها بنقعد نتكلم مع العيله كلها مع الاسره كلها. أنا شايفة فندم إن هو يعني قمة الوعي والتحضر إن اللي أنا شايفاه من الإقبال على الحملة اللي أنا شايفاها في الصور قدامي والتفاعل، عشان كده أنا سألت هل فعلا كان في تفاعل من السيدات. يعني دايما بيقولوا إن الستات يعني يقعدوا في البيت وما لهمش دور قوي وهم دورهم الأساسي بس تربية الأولاد، ويعني الكلام الكتير اللي ممكن نكون بنسمعه وبيكون محبط يعني. فعشان كده أنا سألت حضرتك سؤال مباشر، إن هل يا ترى في تفاعل قوي من الستات البسيطة إنها عايزة تفهم وعايزة يبقى عندها إدراك لكل حاجة بتحصل حواليها؟ في تفاعل بدليل إن هي بدأت تعرف كمان طريق قوم المرأة وإن في مكتب شكوى وإنها عايزة تعمل تكوين اقتصادي، عايزة تتدرب فمش بتتدرب، موجودة في مكنة فبنعمل لها ده بنأكد لها ده، عندها خدمات في الإقراض في الشمول المالي بنوصل لها بالمعنيين بالبنك الزراعي لغاية عندها. المرأة المصرية عندها وعي كبير جدا على مختلف المستويات، والدليل ان حضرتك لما بتنزله حتى كاعلام للشارع وبتساله الستات على كافه المستويات التعليميه بتلاقيها انها بتعرف تقول ازاي ان بلدها امانه زي ما احنا بنقول لها، وازاي كمان هي عارفه ايه الدور المنوط بيه انها تقوم بيه بالنسبه للبلد وبالنسبه لاسرتها وبالنسبه لنفسها كمان. بشكر حضرتك أستاذة ماجدة محمود، وبرجع تاني للدكتورة جمهورية، أهلا بحضرتك وأنا سعيدة جدا. أحسنتي أنك استضفتي الدكتورة ماجدة، مش عشان هي المقررة بتاعتي ومش مجاملة ليها، والله هي من أنشط المقررات يعني مولعة محافظة الجيزة، أنشطة بإيديها بإيدينا في كل حتة، سبقانا بمراحل، بتفكر أكتر. يعني يمكن الدكتور مايا تبعت التكليف النهاردة هي بتقوم بيه قبل احنا ما نتحرك، بكره الصبح بنكون كلنا منتشرين في كل ربوع محافظه الجيزه، في الجنوب وفي الشمال وفي كل القرى اللي ما حدش بيروحها، الاماكن اللي ما يعني انا مثلا في كرداسه، طبعا كرداسه كانت موصومه بالارهاب وليها يعني حاجات مش الناس سامعين عنها غلط، بنبتدي الحملات من كرداس، بتقول لا روحوا الاماكن اللي الناس بتخاف تروحها، بالزبط. هي بنفسها دخلت المقابر وراحت الجبال في ابو رواش واماكن كتيره علشان تعمل توعيه وعلشان حضرتك بتشوفي ان المجلس القومي للمراه تسلط عليه الضوء بشكل قوي ولا لسه محتاج دعم علشان الناس تقدر تعرفه اكتر وتستوعبه بشكل اكبر؟ لا هو بصراحه المجلس القومي للمرأة دعم ايه اكتر ان احنا تابعين للرئاسة، رئاسة الجمهورية يعني القيادة السياسية فعلا المرأة المصرية عملت لها عام للمرأة المصرية بتكرمنا كل سنة، احتفال اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية في 16/3 بيكرم الرئيس نماذج مشرفة من الأمهات المثاليات والفتيات وأمهات الشهداء وكل العناصر والقيادات الطبيعية واللي أسروا الحياة الأدبية أو الفنية أو كل من قدم حاجة للبلد في مكان معين بيتكرم في يعني. طب عندنا لو دعم تشريعي، عندنا قوانين. لو اي يعني ست دلوقتي بتتابعنا وعرفت ان في مجلس قومي للمراه وعايزه تنضم ليه تعمل ايه؟ في اصدقاء المجلس القومي للمراه، لان اصلا زي ما قلت لحضرتك المجلس معين من الرئيس فوق في المركز الرئيسي، بعدين الفروع
بتعين في أول التشكيل بعد المجلس باختيار المحافظين القيادات التنفيذية، بيتم الاختيارات بعدة طرق. السيدات بقى الفاعلات أو اللي عايزين ينضموا في أنشطة متعددة على كل محافظة، وفي مكتب لشكاوى المرأة في كل محافظة، المفروض مركزي بس احنا عندنا في الجيزة في كل المحافظات في مكتب. إذا عندك قضية قانونية، إذا عندها أي حاجة يعني عايزة تعملها تقدر تتطوع، بتقدر أولا في حاجة اسمها أصدقاء المجلس القومي للمرأة بينضموا مكتب الشكاوى، بتروح تقدم لو عندها اي مشكله بيحلوها لها ومجانا، وحتى لو في قضيه بيرفعوها لها. لو هي عايزه تقدم انشطه او عايزه تقدم خدمات في قاعده بيانات كل فرع بيعملها. احنا كفرع الجيزه عندنا قاعده بيانات، يعني نص تقريبا محافظه الجيزه عندنا قاعده بيانات للسيدات في كل قريه وكل ناجحه. احنا 18 اسم ومركز، فعندنا الاسم بالعنوان بتاعها بالمركز بتاعها بالقريه بتاعتها بهي عندها كم طفل، بهي مؤهله ولا لا، متعلمه ولا مش متعلمه، فكل قاعده. لكن هو عندنا. هو دكتوره جمهوريه مفتوح، مفتوح يعني لكل المتطوعين اللي عايزه تتطوع عايزه تشتغل عايزه تحضر انشطه. احنا بنعمل ندوات، بنعمل ده في كمان دكتور ماجده ذكرت وهي بتتكلم انه لو في تمكين اقتصادي، يعني الاول مره نفهم الست الجيزويه يعني ايه شمول مالي، يعني ايه ان بقى في حزمه من الخدمات الماليه البسيطه اللي تقدر الست تحصل على كارد او تحصل على منحه، وبنعرف يعني ايه جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتناهيه في الصغر، ازاي تبدا مشروع صغير وبتتعلم، وبنجيب لها حد يشرح لها ده، يعني حتى كل انواع التمكين، بطاقات الرقم القومي المجانيه، محو الاميه والفصول، التمكين كمان في توزيع ايام الدراسه، بدانا حملات توزيع الكتب والشنط المدرسيه على الغير قادرات، في حلوى المولد، في لبس العيد، في لحمه العيد، في حاجات كتيره، في حاجات اجتماعيه زائد الحاجات الاقتصاديه، تمكين زائد توعيه زائد تقديم خدمات. يا ترى حضرتك معايا ان المجتمع مش ممكن يقوى الا بمشاركه المراه؟ ده اكيد طبعا. المراه المصريه بصفه خاصه هي يعني قاسم مشترك اعظم في كل القضايا الحياتيه بتاعتنا، هي دول لها دور رائد. احنا شايفين مهندسات وطبيبات واستاذات جامعه وثمان وزيرات في الوزاره الحاليه ماسكين وزارات حيويه، دي حقيقة. يعني وزيره التعاون الدولي، وزيره الاقتصاد، يعني وزيره التضامن، وزيره الصحه، شايفين الحملات اللي اتعملت، يعني فيروس سي 100 مليون صحه ل 100 مليون حد، ست تقوم بالحمله دي فوق وزاره الصحه هي القياده الكبيره فيها، فده مش قليل. يعني المراه المصريه هو المكان القيادي وغير المكان القيادي تقدر تقوم بده. حمله بلدي امانه كان ليها مرحله اولى، واعتقد ان حصلت المرحله الثانيه من نجاح المرحله الاولى. طبعا. يعني انتوا اتشجعتوا بعد المرحله الاولى من نجاحها ان انتوا تقوموا بالمرحله الثانيه، ولا ده بلان انتوا عاملينه في كل الحالات؟ لانه احنا مش هتقدري في 4 ايام او 8 ايام تغطي كل الكره والنجوع، فكانت المرحله الثانيه عشان تروحي الاماكن اللي ما رحتهاش. ما هو ما ينفعش اروح شمال وما اروحش جنوب، اروح مثلا الجيزه هنا وما اروحش الهرم او العمرانيه، ما ينفعش ما اروحش بولاق الدكرور او امبابه، لازم اروح كل الاماكن. فكان دي تكمله علشان نقدر نغطي كل المحافظه، يعني محافظه الجيزه تعدادا ومساحه من حدود بني سويف لحدود البحيره، وتعدادا 7,800,000، فطبعا ما ينفعش في اسبوعين تخلص، يعني كان لازم المراحل عشان نشتغل. مش هو مرهون بان الحمله نجحت، الحملات بتاعت المجلس القومي للمراه كلها ناجحه جدا جدا جدا، وجمهورها لو احنا بنستهدف في ندوه 200 بنلاقي 500. تمام. يعني ده هي ناجحه اوريدي، لان الناس فعلا مستنيه حد يقول لها احنا جايين نسمعك. هكمل مع حضرتك كلامي عن حمله بلدي امانه، بس بعد ما نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني في ساعه وعلي. احنا مش مركز طبي ولا مستشفى،
احنا سيبال. سيبال، اختيار الصفوة. احنا مش مركز طبي ولا مستشفى، احنا سيبال، افضل منتجع صحي نسائي في مصر بشهادة العملاء وتقييم الخبراء. سيبال يعني تعقيم شامل وخصوصية كاملة واحترافية بخبرة عالية. سيبال يعني ثقافات بجنسيات مختلفة وخبراء تم اختيارهم بعناية متناهية. سيبال يعني تجهيز العرائس، المساج العلاجي والحجامة مع دكتورة متخصصة، وتنسيق القوام وتوزيع الدهون بمساج السيلوليت للقضاء على الخطوط البيضاء وعلامات تمدد الجلد بعد الولادة، وجميع أنواع الحمامات التجميلية. سيبال يعني بشرة نضرة بدون تجاعيد بجهاز الهايفو وتقليل آلام العضلات وتعزيز عمل جهاز المناعة. سيبال يعني علاج الشعر بالبوتوكس وبروتين العسل. إحنا رقم واحد في مصر. سيبال سبا، مدينة الرحاب، القاهرة الجديدة، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر. أعتقد إن كتير قوي من السيدات يعني كانوا محتاجين يسمعوا معلومات أكتر عن المجلس القومي للمرأة والدور اللي بيقوم بيه والحملة اللي أطلقوها، حملة بلدي أمانة. خلينا نكمل حديثنا مع الدكتورة جمهورية. وهل يا ترى، سؤالي بقى، إن الحملة كانت رد على اللي بيقولوا ان الست ما تشتغلش وتقعد في البيت وان هي عضو مش نافع في المجتمع، ترد عليهم النهارده تقول لهم ايه؟ هو الحمله مش رد على حاجه، لا، الحمله يعني ضمن عده حملات بيقوم بيها المجلس بصفه دوريه. احنا تقريبا طول السنه خليه نحل دكتور مايا، يعني ما فيش واحده عضوه قاعده في بيتهم، يعني العضوة ممكن تروح شغلها يومين ثلاثة بس بقية الأسبوع بتشتغل للمجلس، لأنه قالت زي ما الدكتور ماجدة قالت كده إن إحنا لازم نروح لكل ست في مكانها، نفهمها، نوعيها، نعرف احتياجاتها. في ناس مش عارفة الخدمات اللي بتقدمها الدولة، التموينية، التضامن، تكافل وكرامة، حاجات معاش الضمان، حاجات كتيرة غايبة عن الناس، فقالت تنزلوا للناس وتوعوها وتفهموها. الست المصرية مش محتاجة حد يقول لها انت بتعملي ايه وبتسوي، هي خلاص بقت مش نص المجتمع، لا ده يعني واحد صحيح في المعادلة، هي المجتمع في بالظبط، هي المجتمع في معادلة الانتاج، في معادلة العمل، في معادلة التعليم. يعني بصي حتى اوائل الثانوية العامة الثانية البنات كانوا اكتر من الولاد. اصل برضو في حاجة دكتورة، خلي بال حضرتك ان لما الوعي بيكون يعني كافي عند الست بيفرق كتير جدا في وجودها وعطائها. يعني لما انا ابقى كست ملمه بكل اللي بيحصل حواليا، وخلي بالك ان برضو مستوى عقولنا مش زي بعض وثقافتنا مش زي بعض، ففكره ان انتم يعني زي ما قلت لحضرتك ان عجبني جدا فكره ان احنا بتنزلوا البيوت بتقعدوا مع ستات البساط جدا اللي هم يعني أميين يعني، وتفهمهم بقى دنيتهم ماشية ازاي، الأمور اللي حواليهم فيها ايه، بلدهم بيحصل فيها ايه، ما هو ده هينعكس على أسرهم وعلى المجتمع فيما بعد. هو بعد الثورة في 2011 بقى في وعي عند الناس كلها، عندها شغف بالمعرفة، شافت ثورة، شافت ما عصرتش ده، ما عرفتش ده، يعني ابتدت بقى تسأل وتعرف. كمان الإعلام عليه دور مهم جدا، فطبعا بقت تتابع، ما كانتش بتتابع الاول، بقت تتابع وبتسال. المجلس القومي والمجالس القوميه المتخصصه كمان بقى ليها دور فاعل اكتر، وزاره التضامن نفس الحكايه، وزاره الصحه نفس الحكايه. الدوله اليومين دول يعني انا شايفه المشاريع المتلاحقه، تخصيص عام للمراه، عام للشباب، عام لذوي الاحتياجات الخاصه، بقى فيه اهتمام بكل شرائح المجتمع، فاكيد ده بيعمل يعني ردود افعال عند الناس، وبيسالوا وبيعرفوا في ايه اللي بيحصل. فكمان احنا بننزل لهم في رسائل اعلاميه، في رسائل من كل الوزارات المعنيه والوزارات الخدميه، في الرئيس يعني بشجع المراه المصريه، في الدستور الاخير التعديلات الدستوريه لما ننزل 25%
ان البرلمان يبقى سيدات رسمي، الماده 180 من الدستور لما تقول ربع المقاعد للمحليات للسيدات وربعها للشباب و50% للعمال والخلايا. يعني انا بشارك اهو، بحط بدمج المراه برضو. دكتوره انا عايزه اقول حاجه، ان انتم برضو بتدعموها او بتحاولوا ان انتم تزودوا الادراك عندها، وده مهم جدا. انا يعني ليه يعني بحط خطوط تحت الوعي، لانه بيفرق كتير. ده اهم حاجه. يعني مثلا احنا في الفتره الاخيره في الدوله بنتعرض لشائعات كتير. يعني انتوا بقى في المجلس انتبهتوا للموضوع ده ازاي؟ طبعا. يعني ايه اللي قمتوا بيه عشان تدي الوعي الكافي للحمل البلدي؟ امانه احد الردود بنقيس قياس الانتماء للوطن والولاء للوطن، وفي نفس الوقت بتاكدي على المعدن المصري الاصيل للست المصريه وعلى القيم والعادات والتقاليد وحبها لبلدها وحبها لوطنها. اللي بتقول انا ده انا افدي بلدي بروحي، يعني انا بقدم ابني وبقدم جوزي وانا قبلهم اخرج لو في اي حد حكله بسناني. يعني انت بتلمعي عندها الجزء المخفي. يعني هي اكيد طبعا عندها ولاء للوطن وحب للوطن. انت مش بتضغطي على، انت بتظهري سياده، بتاكدي عليه، بتقولي لها انت مش لوحدك، لا انا كمان في انتماء في مراكز متخصصه ومجالس قوميه معاكي وبتحميكي واقفه وفي ظهرك وبتقول لك اطلعي وساعدي واحنا هنساعدك واحنا معاكي. احنا دعم احنا دعم ليكوا بقى النهارده من خلال ساعه مع نبال. بنفعل الهاشتاج بلدي امانه. الله عليكي. ونتمنى يبقى في تفاعل من داخل البرنامج وبعد البرنامج كمان، وده علشان احنا شايفين الدور اللي انتوا بتقوموا بيه وقد ايه بجد حاجه تحترم، والمجهود اللي انتوا بتعملوه. يعني انا شايفه ان الست في الفتره الاخيره محتاجه كده، محتاجه دعم، محتاجه ان يتوصل لها المعلومه بشكل سهل كمان وبسيط، ان حد يحس بمشاكلها ويساعدها انها تتحل بشكل سليم وبعقل، مش بالافكار الجنونيه اللي بتطلع وتخرب الدنيا وتبوظ الحياه، مش تكون عامل مساعد. من ضمن في جزء من الحمله واحنا موجودين بناخد المشكلات الواقعيه على ارض الواقع. تمام. ومعانا المحاميات اللي هم في مكتب الشكاوى والقانونيات، وبنحل في حلول جذريه وفي حلول فوريه بتتحل واحنا موجودين، وفي حلول بتحتاج ان احنا نكلم القيادات الطبيعيه المحافظه الحي اذا كان الحل مش في ايدينا، وبنتابع الحلول دي وبنذلل العقبات اللي بتقف قدام الناس. يعني حد الفيزا بتاعتها وقفت بتاعه الصرف، حد كان عايز تكافل وكرامه وما تعملش، واحده اتطلقت وجوزها واخد ولادها ومش عارفه تعمل ايه، بنفهمها ان في قانون لا بيحمي انك طفل لحد سن كذا هو معاكي، لسه كذا بتعرفي تطالبي ازاي تعملي ازاي. في حلول بنحلها، مشاكل بنحلها واحنا موجودين معاهم، وبقيه المشاكل بناخدها نوصلها للقيادات اللي بتحلها وبنتابع حلولها. وبنتابع معانا، قلت لحضرتك ان احنا في قاعده بيانات موجوده عندنا اوريدي، لكن في قاعده بيانات للاشكاليات بنجيبها واحنا بنلف في الحمله. في قضايا كتير وموضوعات اكتر المجتمع مهمش فيها المراه. يعني مش ده بيعتبر خطر؟ يعني خطر في المجتمع، ولان المراه المفروض انها الاساس وان هي اساس الاسره واساس الحياه. زي ايه اللي بيتمش؟ انا مش عارف. يعني مثلا الناس اللي زي ما قلت لحضرتك في البدايه، ان يقولوا ان الست ملهاش لازمه وانها تقعد في البيت وانها ملهاش دور في المجتمع وتشتغل ليه، والقضايا الكتير اللي بتظهر دلوقتي مردود عليه بالنماذج الرائعه الناجحه المتميزه في كافه المجالات. بيترد عليه شوف، يعني معروف ان الست اقل فسادا في اي حاجه. كام حد مرتشي عندنا نقرا عنهم في الجرايد، سمعنا عن ست مرتشيه في الجرايد، كام حد قاتل او سارق او الجرايم اللي بتقول. يعني هنبص قيسيها من اي زاويه، من اي قانون، قيسيها في معدل الانتاج في مجال عملها، طبيب او طبيبه، مهندس او مهندسه، استاذه جامعه ما بتفوتش محاضرتها، ممكن يكون الدكتور بيسيب محاضرتين ثلاثه، لا الاستاذه ما بت... يعني هتلاقيها في كافه المجالات بتدي اكتر. حاسه كمان هي بتقوم بدورين في المجتمع، يعني هي بتشتغل زيها زي الزوج وترجع تشتغل في البيت تاني.
يعني بتتكلم في ايه؟ وبعدين حتى هي بتشتغل وبتصرف في البيت وبتيجي تشتغل شغل البيت، هل انت بتساعدها في شغل البيت؟ يعني ده مربوط عليه اوريدي. احنا المفروض نعمل ايه؟ او هل يا ترى، انا بسال يعني، المجلس له دور ان هو يعمل وعي عند الرجل او في تربيه اولادنا من الصغر عشان نحط الست دايما في مكانه معينه واحترام معين للمجهود الرهيب اللي هي بتقوم بيه؟ اللي حضرتك، عشان موضوع الحلقه كان حمله بلدي امان، كان في حمله قبلها الشهر اللي فات واللي قبله اسمها لاني رجل. لاني رجل مش مع دكتوره جمهوريه، انت فرصه بالنسبه لي دلوقتي، انا بحاول ان انا لاني رجل يعني بقى اخد مني كل المعلومات اللي انا عايز اعرفها. بتجاوب على اللي حضرتك بتقوليه. لاني رجل مش معناها ان انا همش المراه، مش معناها ان انا ابص لها بشكل متدني، مش معناها ان انا قاعده في البيت، مش معناها، لا، ده احنا بناخد الرسائل الايجابيه من الرجل ايا كان بقى، بنروح للرجاله بقى في مكانهم، في مكان عمله، في النادي، في الشارع، في المطعم، في المحل، في المستشفى، في مجال عمله، في الريف، في الغيط. هل بتشوفي فعلا استجابة؟ يعني بنقول له طب انت دلوقتي الست عندك او بنتك او مراتك تحب، وبنساله نفس الاسئله حضرتك عشان انت راجل عايز كده، رد الفعل بقى بيكون ازاي؟ لاني رجل، لا انا بحترم المراه، بحترم وجودها، ده انا بساعدها، انا عايزها تبقى في احسن المستويات، بنتي وصلت للجامعه، بنتي بقى الدكتوره، بنتي انا هخليها تكمل لو لسه صغيره، لا مش هجوزها قبل 18 سنه لانه في قانون الطفل بيمنع تزويج الاطفال قبل 18 سنه، فهو ما يعرفش ده، فالريفي بيتجوز من 15 و16، يقول لا ده انا لاني رجل انا احمي بنتي اخليها تتجوز في سنها. هل حضرتك لما نزلتم وقعدتم مع الستات في ورحتوا البيوت ونزلتوا ورحنا المدارس ودخلنا الجامعات وشباب الجامعات الولاد عشان نشوفه بيعامل زميلته ازاي؟ يعني في مشكلات التحرش، في مشكلات التدني، في المعامله، التمييز زي ما حضرتك بتقولي. المجلس القومي للمرأة متبني مشكلة قضايا العنف ضد النساء، وكمان التوعية بالنوع الاجتماعي. النوع الاجتماعي اللي هي الأدوار الاجتماعية اللي بنقوم فيها بالمجتمع راجل أو ست، مش الأدوار اللي خلقنا بيها ربنا إن الست بتولد والزوج، لا دي حاجة الجنس ده ربنا خلقنا بيه، لكن الأدوار التانية دي مش قرآن علشان ما تتغيرش، لا أنا لازم تعرف ان انت وهي بالظبط. المساواه، احنا موقعين على مواثيق دوليه، القانون بتاعنا فيه 19 ماده بتحمي المراه وبتتكلم عن المساواه بينها وبين الرجل، بتتكلم عن حاجه النوع الاجتماعي، لازم انت تفهم ان في وفي تبادل ادوار للاسف، ان بعض الرجال بقوا خلاص يعتمدوا على المراه، يسيبها ويسيب اطفالها ويمشي ويتجوز واحده ثانيه وهي تبقى معيله وهي اللي تعول الاسره وهي اللي تترك، لكن احنا بنفهم المجتمع، بنفهم النشأ لما بنروح الجامعات، لما بنروح المدارس الثانوي، لما بنكلم الشباب، ما هو ده زوج المستقبل. شفتوا التفاعل كان ازاي في البدايه؟ هل فعلا بيبقوا بيستمعوا؟ لا في البدايه كانوا ولا بيبقوا مش مهتمين؟ لا في البدايه كانوا مش مهتمين عشان ابقى صريحه معاكي، وواخد الموضوع تهريج انه بيحضر حاجه خاصه بالنساء. بعد ربع ساعة بيختلف تماما الوضع، كل واحد ويتفاعل ويسأل ويشارك ويخرج يقول لنا طب انا همشي معاكم عشان نتكلم مع رجالة تانيين وشباب تانيين. ما هو الدكتورة حضرتك، ما هي الست دي امه واخته وزوجته، وعنده يعني صورة ذهنية عن امه واخته غير اللي في الشارع، فلما بيجيله بقى وبتتكلمي معاه وتوضحي له الصورة بيتكسر وبيبتدي بقى. يعني الحمله كمان كان معانا فيها شباب بيخرجوا معانا، يعني احنا مجلس قومي المراه وهم شباب بيخرجوا معانا، يعني عشان احنا معانا مداخله من الجمهور عايز يسال حضرتك عن المجلس. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، عرفنا بنفسك. رمضان طاهر، تبشير البحر الاحمر. اهلا وسهلا، ايه سؤالك؟ معاك الدكتوره. ما هو دور المجلس القومي للمرأة في تخفيف حالات الخلع والطلاق؟ شكرا. تمام، ليك أي سؤال تاني؟ سمعت السؤال. حضرتك اتفضل. هي ظاهرة الطلاق للأسف بقت منتشرة في المتزوجين حديثا، لأن مفيش وعي بين البنات سن صغير، الولاد الشباب ما عندهمش قدرة على تحمل المسؤولية، فالمجلس اهتم بالقضية دي قوي قوي قوي، مش بالتوعية بس، لا ده في بروتوكولات تعاون،
مع الأزهر، مع الكنيسة، مع وزارة العدل، مع وزارة التضامن، مع الوزارات المعنية، إن الخطاب الديني في الجوامع والكنائس هو في نعرف إن في الكنيسة قبل الجواز بيعملوا زي مناظرة أو لقاء بيعرفوا البنت حقوقها وواجباتها وبيعرفوا الولد. ابتدى كمان مشيخة الأزهر تعمل دورات، المجلس القومي للمرأة بقى نفسه عمل دورات على مستوى محافظة محافظات الجمهورية للتوعية للمقبلين على الزواج. ده بالفعل تم، بالفعل تم في كل المحافظات، وعندنا لجنة الشباب في وتم الإعلان عنه، يعني وتم الإعلان عنه، وكنا بنعمل دورات تدريبية لكل دورة من 25 ل 50 حد موجود بياخد الدوره لكل لشباب الجامعه، للمخطوبين، للحديث الزواج من شهرين ثلاثه. طب ليه احنا ما سمعناش عن ده؟ على فكره مش احنا بس عملنا ده، كمان في قيادات لا اعلاميه. خليني بس يعني اتطرق لنقطه، يمكن الاعلام ما ركزش على هل ده. هل حضرتك شايفه ان الاعلام ما سلطش الضوء يعني باسلوب كافي على المجلس القومي للمرأة والحملات اللي لو حضرتك اللي بيقوم بيها؟ بما اني بقى قاعده مع حضرتك في البرنامج وانتم بتعدوا الحملات رائعه جدا، وانا بشكرك جدا انك النهارده تتكلمي عن المجلس القومي للمرأة وتعرفي الناس ايه هو ده حاجه يعني تحسب لحضرتك وللبرنامج وللقناه. يعني موقع المجلس عليه كل الحملات دي، يعني حمله المقبلين على الزواج والتدريب والتوعيه لكل محافظات الجمهوريه، وايه اللي كانت البرامج اللي التدريبيه دكتورة والادله التدريبيه حضرتك دلوقتي اللي كانت بتكتب منشور كل ده. لا حضرتك بتقولي على موقع المجلس ومتاح لكل الناس. انا ازاي يعني المفروض يكون في دعايه عشان اقدر اوصل للموقع؟ حضرتك عامله حلقه عن المجلس القومي للمرأة، ابسط الامور هتكتبي المجلس القومي للمرأة يطلع لك كل حاجه عنه. لا يا فندم انا ما بتكلمش على شخصي، انا بتكلم على السيده البسيطه اللي عايزه توصل لمعلومه معينه او عايزه تتطوع او عايزه تجيلكم المركز او عايزه مساعده معينه منكم. هل المفروض يعني يبقى في على فكره هو في ضوء اكتر متسلط على المجلس؟ فاضله هو في خط ساكن للمجلس، لو اي حد اي واحده ست في اي مكان اتصلت عليه هتلاقي حد بيرد لمده 12 ساعه يوميا، مش 12 ساعه الخط فيه حد بيرد. انت شايفه ان الاعلام المفروض ان هو على فكره يعني في محطات المترو في دعايه، في الشوارع في دعايه، الحملات على الفيسبوك وتويتر والواتس وبقى كلنا معانا. يا ريت تقول لنا الخط البسيطه هتعرف من بنتها من ابنها. حضرتك التلفزيون على فكره شريط الاخبار على التلفزيون في معظم القنوات حاطط رقم المجلس القومي الخط الساخن. لا حضرتك يا ريت تقول لنا الخط الساخن لو 15115. تمام، هم هيعرضوه دلوقتي كمان علشان كل ست محتاجه مساعده، محتاجه انها تتطوع في المجلس، عايزه تعرف ارشادات معينه عن مشكله معينه بتمر بيها، تقدر من خلال الخط الساخن انها توصل للمجلس، وهم طبعا هيقدروا من هم وفي مكتب شكاوى في كل فرع على مستوى الجمهوريه، مكتب الشكاوى بيتلقى الشكاوى من اي ست مصريه على ارض المحافظه، ايا كانت الشكوى قانونيه او دعوه او طلاق او نسب او اي حاجه، وهي مش قادره كمان على انها ترفع قضيه او حاجه او مش فاهمه تعمل ايه او تروح فين او فيزا بتاعتها وقفت او عايزه تحصل على معاش، عندها اي مشكله بتروح مكتب الشكاوى وبتقدم المشكله بتاعتها وبتتوجه صح تروح فين وتعمل ايه وبنتابع لها ده. تمام، احنا معانا مداخله الأستاذة أسماء مراد استشاري علم الاجتماع، اتفضلي. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك يا حبيبتي، نورتينا في ساعة مع نبال. أهلا بيك يا أستاذة نبال، شرف ليا يا حبيبتي. ده شرف لينا وإن حضرتك موجودة معانا النهاردة. يا ريت نتكلم عن مشاركة الست اجتماعيا. مشاركتها اجتماعيا في الامور الاجتماعيه ولا في الاقتصاديه في ايه بالظبط؟ في المجتمع دورها، يعني المشاركه بتاعتها مهمه عشان المجتمع يقوم. اكيد طبعا. فيعني ايه اللي المفروض هي محتاجاه عشان يتم تدعيمها بشكل كافي انها تكون عضو نافع في المجتمع؟
بصي، دور المرأة في المجتمع بيبقى عايز حاجات كتير قوي هي بتتدخل فيها. تمام. أول حاجة دورها في التربية، تربية ولادها، بعد كده دورها في سوق العمل لو هي بتشتغل، دورها في نشأة الأسرة، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فلما هي تحسن من الدور الأساسي هتقدر تحسن من المجتمع طبعا. تمام؟ ألو، سمعيني حضرتك؟ مع حضرتك يا فندم، احنا سامعينك. تمام. فالمرأة بتتميز ان هي مشاركتها بتكون فعالة، لان هي بتبقى حجر الاساس في المجتمع مع الزوج. دورها كزوجة في ادارة البيت واقتصاده بيخلي المهام اللي بتمارسها في المجتمع مش ممكن نستهين بيها. تمام. تمام. ايوه. في مؤتمرات زاد الاهتمام فيها من ايام من سنة 1996، زاد الاهتمام بقضية تمكين المرأة واتاحة الفرصة ليها ودورها زي الراجل. من الفترة دي ومشاركتها في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية زادت جدا، وبقى في هيئات وفي منظمات كتير بتدعم الشيء ده. في ستات بتتقاعس وتقول لا أنا دوري كست بيت وراضية بيه، وفي ستات لا بتقول لك أنا مش راضية أن أبقى ست بيت بس، مع أن ده أنا شايفة أنه هو الدور الأساسي يا أستاذة مثال في حياتها. يعني حضرتك مش عيب طبعا، بس هو المهم قوي يا فندم برضو ان ازاي نبقى احنا ستات بيوت وعندنا وعي وعندنا ادراك لكل حاجه بتحصل حوالينا. يعني احنا هنقدر نربي ولادنا ازاي واحنا ما عندناش الثقافه الكافيه لكل حاجه بتحصل حوالينا؟ الشائعات اللي بتهاجم الدوله في الفتره الاخيره، الست لو ما كانش عندها وعي وادراك وثقافه لكل اللي بيحصل حواليها، هتعرف ازاي توصل المعلومات بطريقه سليمه لاولادها؟ بالذات ان هم، انت حضرتك عارفه في الفتره الاخيره السوشيال ميديا والتليفونات، يعني خلاص المواضيع دي بقت سهله جدا جدا، ولا راي حضرتك ايه؟ اكيد طبعا. بصي، هو دور المراه في التربيه اكيد هي مصدر الرعايه والحنان في الاسره وكل حاجه، كل حاجه في حياه الطفل، ولكن ده ما يمنعش ان هي تشارك في كل مجالات الحياه على المستوى المحلي والعالمي. الست ليها فرص بس مش كتير في القياده وفي المساهمه، بس هي اللي بتبقى عندها روح انهزاميه، هي اللي لازم تشجع نفسها على المشاركه. ما هو ده بقى اللي احنا يا استاذه اسماء اللي احنا بنقوله، واللي النهارده ساعه مع نبال عايز يوصله لكل ست بتسمعنا، ان في حاجه اسمها المجلس القومي للمراه بيقدم توعيات وبيساعد كل ست على انها تستوعب وتفهم الحياه ازاي وتقدر تحل مشاكلها بشكل سليم، ونزود الثقافه عندهم. يعني في دلوقتي اماكن هي بتساعد. في معوقات كتيره جدا للنساء في المشاركه في السياسيه نفسها، في المشاركه في حياتها، في ان هي اصلا تطلب ان هي تنزل سوق العمل. عايزه اقول لك ان ده من ضمن تخصصي، انا عامله دراسه عن الموضوع ده، بعمل فيها دراسه وبحث علمي عن المعوقات في تمكين المراه في المجتمع، ايه الصعوبات اللي هي بتواجهها. اول صعوبه من النشاه نفسها، ان في تحجيم في الاسره، بعد كده اتجوزي بس. بعد كده بيجي التحجيم من الزوج، بيكمل رساله الاسره اللي منعتها ان هي تكمل دورها في المجتمع. صحيح صحيح. احنا بندعم ان الست تبقى ست بيت وكده احسن دور ليكي، بس فين هويتك كامراه؟ فين حياتك هتبقى عامله ازاي؟ هتقدري تحسي بهويتك كمواطنه ازاي؟ ما استاذه اسماء، هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان احنا مش بس نقول الصعوبات، احنا نقول ايه الحلول؟ ازاي ادعمها؟ ازاي اقدر اخليها تغير الثقافه دي وتخرج للحياه وتفهم الدنيا فيها ايه وحواليها بيحصل ايه؟ حتى طبعا. مش بس يعني احنا بنقول حتى الستات دايما معظمهم بيبقوا بعاد عن السياسه، لكن مهم برضو انها تبقى ملمه بالاحداث اللي بتحصل حواليها في العالم وفي بلدها، مش كده ولا ايه؟ حلوه قوي يا استاذه نهال. انا دايما اقول للستات انت ست بيت وام، ولكن ما تكونيش مهمشه، ما تكونيش فاقده الهويه وناسيه نفسك وناسيه اللي اتعلمتيه في الجامعه او مهما يكون مستواك التعليمي، بتنسى وهي بمزاجها اللي بتسيب كل ده
وبتتحول الى النهارده في ساعه مع نبال احنا هوت بنوصل رساله لكل ست بتسمعنا ان اوعي تتهمشي، اوعي تسيبي نفسك ان انت تقتصر حياتك على انك تكوني ست بيت وخلاص. مهم اسرتك، مهم بيتك، لكن مهم برضو يبقى عندك الوعي والادراك، لان عشان لما المجتمع ده كمان يا استاذه نهال والولاد يكبروا هم يكونوا فخورين بيها ان هي ام واعيه ومثقفه وليها دور وليها شخصيه، وفي نفس الوقت لما يتجوزوا ويسيبوها تقدر تكمل حياتها، يبقى لها هدف. بالظبط بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر مشاركتك في الساعه مع نبال. برجع تاني لحضرتك وبرضو عايزه اعرف هل انتوا في المجلس بتعملوا خطط على مدار السنة بالشكل، يعني مثلا هنحل مشكلة أو هنعمل توعيات أو حملة علشان الخلع، علشان نقلل من نسبة الطلاق، هل انتوا بتعملوا بلان لده؟ هسمع من حضرتك بس بعد ما اطلع فاصل ونرجع في ساعة مع نبال. ساعة مع نبال وإحنا لسه مفعلين الهاشتاج بلدي أمانة، وياريت تتواصلوا معنا وتتفاعلوا معنا سواء داخل الحلقة أو بعد الحلقة، ومكملين مع ضيفتي الجميلة الدكتورة جمهورية عضو المجلس القومي للمرأة. وقبل الفاصل كنت بسأل حضرتك وبقول إن يا ترى أنتوا في المجلس بتبقوا عاملين بلان للمشاكل اللي موجودة، بتاخدوها بالأولوية، يعني فهمينا حضرتك بتتولوا المشاكل إزاي؟ طبعا هو في خطط بتتعمل سنوية، تمام. بيطلب من المجلس القومي للفروع المقررات الفروع اعملي خطة سنوية عايزة تشتغلي على ايه، او الاحتياجات الملحة عندك في المحافظة، تمام. القضية الملحة، كانت السنة اللي فاتت كل محافظة اختارت قضيتين اشتغلت عليها، كانت محافظة الجيزة اختارت قضية السكان، الصحة والسكان، يعني كل محافظة كل بتختار محافظة الحاجة الملحة عندها وتبعتها للمركز وتبعت الأساسي المركز إلى جانب بقى الخطط بتاعت المركز نفسها، تمام. يعني دي خطة المحافظة لوحدها، تمام. بعد كده بتيجي خطط المجلس المركزية بتطبق مع خطة المحافظة، تمام. فخطة المجلس المركزية اللي بتبعتها لنا دكتور مايا بتكون طبعا زي الحملات، حملة بلدي أمانة، حملة شاركي صوتك أمانة، برضو كان صوتك أمانة. يعني دكتورة خليني برضو عشان أستوعب من حضرتك أكتر، إن كل محافظة بتشوف إيه المشاكل بتاعتها، الأولويات في المشاكل والاحتياجات بتاعتها، وبناء على كده بيروح للمركز طبعا رئيس. عشان يعتمد ونشتغل طيب عليه. لو في سيدات عندهم مشاكل مادية يعني ما عندهاش دخل، هل انتم بتساعدوهم، بتفتحوا لهم مشروع، بتعلموهم حرفه عشان يقدروا ان يبقى في عائد ليهم، ولا برضو وضح لنا بتعملوا ايه معاهم؟ ده بيدخل تحت بيندرج تحت لجنه المشروعات الصغيره والتدريب والتاهيل لسوق العمل، تمام. طبعا بيبقى في عناصر كثيره جدا على حسب هما بجم قدموا او حد قدم لهم، اذا كان هما ما يعرفوش او ست عندها منتج وعايزه تسوقه، او بيتعمل معارض على مستوى الجمهوريه ومعارض داخل المركز الرئيسي في مدينه نصر، وفي فروعنا في الجيزه والقاهره وكل الفروع، تمام. بيبقى المعرض خاص بالمحافظه نفسها. طبعا بيبقى في ستات عندهم منتج اوريدي هم عاملينه ومش عارفين يسوقوه ازاي، لما بيلجأوا المجلس احنا بنعمل لهم المعارض بصفه مستمره، طبعا مع المحافظه مع رؤساء الاحياء ورؤساء المدن ومع المراكز، بتبقى في يعني حي العجوزه مثلا
عندنا مكان متاح بنعرض فيه، حي بولاء الدكرور بنعرض فيه، محافظة الجيزة بنعرض فيها، بنعرض في أماكن كتيرة جدا، ممكن في مدرسة، ممكن في مركز شباب، ممكن المعارض طول السنة جاهزة. التدريب بقى والتأهيل، في التدريب على المشروعات الصغيرة، إزاي تدير مشروع صغير، إيه هي المشروعات؟ خلينا إحنا معانا معالي السفيرة ميرفت التلاوي الرئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بجد. منورانا في ساعة مع نيبال. كتر خير. يا ريت نتكلم عن دور المجلس القومي للمرأة. الحقيقة المجالس القومية دي أجهزة مكملة للسلطة التنفيذية ومهمة جدا دورها، لأنها بتقوم بالتوعية، التوعية بكل أنواعها والتدريب، وده الأمر الناقص. يعني الوزارات ما بتقدرش تقوم بعملية التوعية زي المجالس. تمام. أنا بعتقد أنه لازم نقوي المجالس وفرحها، وفكرة التوعية بنديهم بأفلام قصيرة بمطبوعات، بحيث أن احنا نوصل للإنسان المصري في النجع والكفر. أنا بقول أنا كنت من شوية كنت بسأل الدكتورة جمهورية، بقول لها إن يا ترى أنتوا شفتم إن المجلس القومي للمرأة اتسلط عليه الضوء كفاية؟ يعني أنا قبل الحلقة سألت ستات عن هل أنتوا عندكم معلومات عن المجلس القومي، في اللي قال طبعا عندي معلومات، وفي اللي ما يعرفش حاجة تماما عنه. فإيه رأي حضرتك في اللي أنا بقوله؟ ما هو رأيي إن المجالس دي مهمة جدا ودورها هام جدا، لكن مش واخدة الرعاية الكافية، سواء في الدعاية، سواء في الميزانية، سواء بالاهتمام بيها. واحنا العيب اللي عندنا إنه كل ما هو متعلق بالناحية الاجتماعية مهمل شوية. تمام. ده مش صح. لابد ان احنا نهتم بالانسان المصري، تعليمه وتوعيته، وطلعه من الامية، وطلعه من الافكار القديمة اللي عايش بيها ويخلف عشرة وكلهم جعانين ومرضانين، يعني كل ده مين اللي هيعمل؟ سيادة السفيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي نصر المرأة في جميع حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. المجلس القومي للمرأة لا شك يعني انه فعال جدا في مناصرة المرأة، يا ريت توضح لنا ده. الحقيقة الفضل يرجع للسيد الرئيس، لانه مع الموجة الرجعية اللي حلت على الثقافة المصرية، ده صحيح، مؤخرا في السنوات الأخيرة دي، والحمد لله إن الإخوان دول ما عادوش أكتر من سنة، وإلا كانت هتبقى الأمور أسوأ بكثير. أنت شايفة حضرتك إن المجلس كان له دور قوي في تدعيم المرأة المصرية؟ بالتأكيد طبعا، كفاية إن احنا وقفنا قدام مرسي وقدام محاولاتهم إنهم يقفلوه. تمام. وقتها أنا كنت موجودة في المجلس ومعاصرة العملية دي. تمام. الوقت من حظنا إن معانا رئيس بينصر المرأة. تمام. لكن محتاجين اللي تحت الرئيس يكونوا بنفس الاهتمام زي الرئيس. صح. بحيث ان الميزانيه والتدريب والاجهزه، الفروع كلها بتشتغل ببلاش يا جماعه، ما يصحش كده. بالظبط. الفلوس كتيره وموجوده، ما تدوهم شويه، خلوهم يشتغلوا. حضرتك بتشوفي ان في تفاعل حمله بلدي امانه اللي اطلقها المجلس القومي للمراه مؤخرا
يعني كان لي مرحلتها الأولى وبعديها المرحلة الثانية. هل حضرتك شايفة أن في تفاعل من السيدات مع هذه الحملة؟ سيدتي لابد أن يكون في تفاعل. تمام. ولازم ما نبطلش حتى لو بان ان التفاعل قليل او ضعيف او مش بالمستوى اللي احنا عاوزينه. كل مشكلة مصر دلوقتي هي التوعية على كل المستويات، مش بس المرأة والرجل والأسرة والشاب، كله عاوز توعية. يعني مش كفاية انه يدرس في المدرسة، في توعية تانية، في سلوك معين لازم يتغير، في موروثات ثقافية خاطئة بسبب تفكير الدين خطأ، كل والفتاوي الخاطئة، كل ده عمل تراكم في ذهن الإنسان المصري غير شخصيته. فأرجو إن احنا نرجع زي ما كنا في الأربعينات والخمسينات والستينات، شخصية مصر المنفتحة بتحب العلم الست القوية اللي عندها الإدراك والوعي الكافي. نعم. وعندها ثقافة وعارفة تدعم ولادها وتكون يعني بجانب الرجل علشان يحصل نهضة في المجتمع. يعني اللي بيحصل مؤخرا إن نسبة كبيرة من السيدات ما يكونش عندهم ثقافة كافية ولا إدراك لكل اللي بيحصل حواليهم. يعني ازاي مجتمعاتنا هتقوم؟ ازاي ولادنا هيتربوا بالطريقة السليمة لو ما كانتش الأم من الأساس عندها ثقافة ووعي؟ خليني 100% الحقيقة، وده اتقال من زمان. يعني لو تعلم المرأة بتعلم أجيال بحالها، فهي مدرسة لازم نهتم بالأم دي والمرأة، وده يتطلب أصعب من بناء مصنع يعني. بالضبط. خليني أسأل حضرتك، شعور حضرتك لما تم تكريمك من الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ والله كنت سعيدة جدا، وكنت أسعد لما قال لي مش التكريم بتاعك ده جه متأخر شوية، يعني واخد باله هو من حاجات يعني على كل مشاغله ده، ربنا يستر عليه دايما ويقويه. واحنا لازم كنساء ننتهز فرصة وجود رئيس زي كده عشان نثبت أقدامنا ونتقدم ونغير من أسلوبنا، بحيث إن احنا نرجع زي بتوع ثورة 19 كده، نموت للوطن ولمكافحة العدو الخارجي. والنهاردة أصبح في عدو داخلي كمان. معالي السفيرة ميرفت التلاوي، بشكر حضرتك وبشكر مداخلتك في ساعة مع نيبال، وبرجع لحضرتك تاني. وكنا بنتكلم قبل معالي السفيرة معالي السفيرة ان ازاي بتقدروا تدعموا الست ان يكون ليها دخل، وحضرتك كنت بتشرحي ازاي بيحصل ده. تفضلي. ايوه، اللي بيبقى على مستويين. تمام. مستوى فيه تدريب وتأهيل لسوق العمل. تمام. بتتدرب على بعض الحرف والمهن والحاجات اللي غير مألوفة. وفي نفس الوقت هي يا إما المحور التاني بيكون هي عندها حرفة أوريدي ومش عارفة تسوق، بتعمل حاجة أكسسوري، بتعمل بيضات، بتعمل ملابس جاهزة، عبايات، أي نوع من حرف تراثية، مكرميات، أي حاجة ومش عارفة تسوق. والدخل بيكون ليها، الدخل بيكون ليها وكده بتقدر انها تعيش. لا، الدخل بيكون ليها في الحالتين بعمل. يعني الدخل بيكون ليها في الحالتين، وكمان بيساعدوها على انه تعرف ازاي تحصل على قرض، ازاي تحصل على منحه، ازاي تقدر تسددها، ازاي تاخد المنحه واللي ايه الفتره اللي هتقعد ما تسددش فيها حاجه. يعني حتى البنوك بقى فيه تعاون بين مجلس قومي المرأة، بروتوكول تعاون مع البنك المركزي،
ان لازم تبقى في حصص للنساء المهمشات، انه الاولويه في المشروعات الصغيره والحصول على القروض الصغيره تكون للنساء. احنا يا فندم هنعرض دلوقتي الموقع الالكتروني للمجلس القومي للمرأة. قولي التساؤلات اللي كانت بتدور. ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان لازم يتسلط الضوء على المجلس والدور اللي بيقوم بيه المجلس. الاسبوع ده كان فيه اكتر من فعاليه. تمام. دكتور مايا افتتحت سوق زينين للنساء، ده سوق خضار مع محافظ الجيزة لمجموعة من السيدات المهمشات المعلات، بقى تقريبا لها ملكية جوه السوق، باكية من الباكيات تقدر تتكسب منها، ده في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة. نشاط تاني كان امبارح، كان في زيارة لمستشفى الناس اللي بالمجان للأسر الفقيرة مع النائبة أنيسة حسونة، دكتور مايا كانت معاها. هتلاقي كمان لو مشيت شوية هتلاقي كل فرع من فروع المجلس 27 ليه تايتل خاص بيه، الأنشطة اللي اتعملت في حملات شهر أكتوبر شهر سبتمبر. لو فتحتي المحافظة نفسها هتقدري تعرفي المحافظة اتعمل فيها أنشطة طول العام، عملت ايه الموجود دلوقتي، ايه الأنشطة المستقبلية، ايه الندوات اللي ممكن تشارك فيها اي سيده، الخدمات اللي بتقدم من المجلس. اي تساؤل بيدور في ذهن اي سيده مصريه لو تابعت الموقع او شافت معانا هتقدر توصل للي هي عايزاه. هل في برضو سؤال جه على بالي كده واحنا بنتكلم، هل يا ترى شفتم سيدات ما كانوش مقتنعين في البدايه وبعدين انتوا كان ليكم تدخل في تغيير الفكر او يعني اتجاهها او نظرتها للحياه او كده؟ على فكره ان احنا كمان بنعمل تقييم قبلي وتقييم بعدي لما بنقعد معاهم في الندوات او الدورات التدريبيه يومين او ثلاثه او في الزيارات، فبنسالها شويه اسئله وبنعلم في الاستماره بتاعتنا. لما بنيجي بقى مره ثانيه وبنسالها فبنلاقي بنشوف التقدم اللي عندها. يعني شفتي مثلا ان في ست مثلا مش عايزه تحضر، مش عايزه تقابلكم، هتستجيب ليكي من اول مره؟ في ناس تقول لك لا، يعني عندها معلومه مغلوطه، انتوا جايين تطلقوا الستات، انتوا جايين تفرقوا بينها وبين جوزها، انتوا جايين تقولوا ما تتجوز، انتوا ده ايه جايين تعملوا ايه يعني؟ فاهمه غلط. لكن بعد كده بعد لما بتقعد وتسمع ايه هي استفادت، هي استفادت شكلا واستفادت موضوعا، سمعت كلام الدوله بتعمل ايه، الخدمات اللي انت عايزاها ايه، انت المفروض تروحي تكشفي عن ابنك او بنتك وتاخدي العلاج بالمجان وحمله نور حياه دي لطفلك في المدرسه، ده هيروح هيتعمل له نظاره مكانها. لقت الكلام اللي احنا بنقوله لها ده صحيح، هي ما تعرفش عنه حاجه بالزبط. ما تعرفش ان في خدمه تقدم في المدرسه، ولا تعرف ان في خدمه تقدم في الوحده الصحيه، ولا تعرف ده ولا بالرغم ان وزاره الصحه كانت منزله اعلانات في الشوارع وفي التلفزيون وفي كل الميديا على حمله فيروس سي ودلوقتي على حمله سرطان الثدي، هي مش مهتمه. لكن صح. لما بتلاقي حد بقى بيخبط على البيت وبيقول لها لا، ده هي بتقول لجارتها وجارتها، وبعدين انت بتدخلي بيت مثلا بيبقى فيه عيله من 30 40 فرد، بيستقبلوكوا ازاي؟ يعني فكره ان انتوا تخبطوا على البيوت وتنزلوا، بيستقبلوكوا ازاي؟ مش عارفه اقول لحضرتك على حاجه. ما انا فضول برضو دكتوره جمهوريه، عايزه افهم يعني. ما انا بقول لحضرتك كرم الريف تقول لك اتفضلي، اول ما تخبطي تقول لك اتفضلي، وتدخلك وتشربوا ايه وانت مش عارفه هي مش عارفه انت مين، يا بتستقبلي بعد كده ما تعرف انت مين. يعني بيبقى في تفاعل، انا يعني ما كنتش ممكن اصدق غير لما انا حصل معايا في كل الحملات اللي انا نزلتها، بشوف بعناية وبقعد في البيوت، يعني الناس بتستجيب، بعدين تطلع تنده لسلفتها، تنده لاختها، تنده لجارتها، يعني بدل البيت ما فيه خمسه سته ستات يبقوا فيه 20 30 سته قاعدين بيسمعونا، فده بيبقى رائع جدا. يعني هي الستات هي الحمله والصور يعني السيدات دليل على مشاركه الستات واقبالهم على حمله بلدي. ده حقيقي. برضو من الحاجات اللي برضو يعني كل الحاجات دي عماله تيجي، لان في صعوبه في موضوع ان انا اكلم كل واحده بثقافه مختلفه طبعا، بعقليه مختلفه، ازاي بقدر اوصل لفكرها، ازاي بقدر اوصل لها؟ هل انتوا بتبقوا مثلا
مقسمين نفسكم بشكل معين. ايوه الرسائل كمان كاتبينها وعارفينها ان الست البسيطه دي مش هتروحي تقولي لها حاجه بالظبط، ده اللي انا بتكلم عليه. اه هتتكلمي بلغتها وهتوصلي لها رساله بسيطه. بتتكلمي مع الاول يعني علشان تشيلي الرهبه من عندها، لازم ازيك عامله ايه اخبارك عندك كام ولد كام بنت، طب ناقصك ايه، طب تعرفي ان في مثلا حمل عن كذا، طب تعرفي إيه كذا، يعني بيبقى عصف ذهني كده بتاخدي وتدي معاها. هل بيبقى عندكم سماحه كده وصبر ان انتوا تسمعوا بقى منهم؟ ما هو اكيد مش بيسمعوكوا بس، يعني اكيد هم كمان بيبقوا يعني، وكل فئه بيبقى ليها طريقه في الكلام. هل انتوا بتبقوا مدربين على ده عشان تقدروا تقعدوا مع القومي للمراه من كل يعني شرائح المجتمع؟ هتلاقي عندنا المراه الريفيه، هتلاقي عندنا استاذه الجامعه دكتور ماجده محمود مقرره الجيزه دي اعلاميه كبيره، يعني ثقافات مختلفه، هتلاقي الموظفه، هتلاقي العامله، هتلاقي الرائدات الصحيات، ما هم بيبقوا معانا الرائدات الريفيات. الرائدات الريفيات دول دورهم الرئيسي في المجتمع، وظيفتهم ان هم بيدخلوا البيوت وبيعملوا توعيه جوه البيوت طول السنه. تمام. كل الايام. تمام. عندها مثلا 150 اسره 200 اسره خلال الشهر، فبتدخل فهم عارفينها، فاحنا بندخل من خلالها. تمام. يعني احنا معانا داعيه دينيه، معانا راهبه، معانا القيادات الطبيعيه والاعلام، معانا الرائده الريفيه هي المفتاح بتاعنا. احنا بندخل القريه من خلال الرائدات الريفيه. بتبقى كمان مدياكوا خلفيه عن كل بيت رايحينه. هي هم عارفينها اصلا. هم عارفينها. لا انا بتكلم عليكم انتم حضراتكم. يعني انتوا عشان ما هو علشان انا اكون اقدر اوصل معلومات معينه باسلوب معين تبع اختلاف عقليه كل واحد، فلازم ابقى عندي خلفيه عن المكان اللي انا رايحاه. يعني اعتقد يعني ان انتوا كمان بيتم يعني انتوا كمان بتعدوا نفسكم نفسيا وعقليا يعني قبل ما تكون كلها اخوان مثلا. هنتكلم يعني يبقى في خطاب تاني خالص باسلوب تاني بطريقه تانيه. مثلا لو حد قريه فيها امهات شهداء، فالتعاطف وبتبقي راحه يعني قلبك بيتقطع قبل ما تشوفيهم يعني. يعني لا حتى كل قريه ليها طابع خاص، فانت بتدخلي. عملتوا ايه يا فندم؟ انت حضرتك عارفه ان في الفتره الاخيره انتشرت جدا موضوع الخلع والطلاق، هل انتم عملتم برامج يعني توعوية للنقطة دي للستات؟ ومش برامج توعوية بس، احنا بنعمل اصلا ندوات متخصصة. وبنجيب دكتورة في علم الاجتماع، بنجيب متخصصين من الأمومة والطفولة، من وزارة الصحة. على فكرة احنا كل ندوة عندنا بيبقى فيها شيخ، لان الوزع الديني قوي عند الناس ومهم، وبعدين بنجيب قصه كمان. فكون ان هو قاعد على المنصه او قاعد في المكان اللي احنا بنعمل فيه الندوه، في القريه او في الريف او في دوار العمده او في اي مكان، الوزع الديني قوي عند الناس، فهم بيبقى فيه مصداقيه. أيوة. بتبقى قاعده ومتقبله ان ده لا، وكمان انت بتدعي العمده مثلا. فالعمده بتاعها يعني حاجه كبيره بالنسبه لها. أيوة. فالعمده. أيوة. قاعد والشيخ قاعد والقصه، فخلاص يعني انت كده حضرتك كل الكلام حضرتك اللي هيتقال بتصدقه. بتقولي حضرتك دلوقتي من شويه كنت بتشرحي، بتقولي ان احنا بننزل معانا حد من الازهر، معانا حد من الكنيسه، معانا حد من الراهبات. يعني انتم بتبقوا نازلين تيم متكامل بكل المستويات. انا هتكلم او هوصل يعني اللي انا عايزه اللي اقوله. عملت يعني كل حمله بيبقى فيها كل المتخصصين. تمام. يعني لو نازلين مع وزاره الصحه في القوافل الطبيه، بتبقى الحملات احنا بيبقوا معانا الرائدات الصحيات، وبيبقوا معانا اطباء، وبيبقوا معانا عشان تعرف تتكلم في كل احتياجات الناس. صح. يعني لو هنتكلم في الشمول المالي، بيبقى نازل حد معانا من البنوك، وبيعملوا لهم كمان انت كارت الدفع المسبق مجانا. وبنوزعه على الناس في مكانها. يعني في اطار الشمول المالي، تعرفي الست البسيطه يعني ايه شمول مالي؟ هو عندها اللي ما تدخل بنك كانها داخله قسم شرطه، بتخاف. هي امكانياتها الماديه وراتبها او دخلها ما يتناسبش مع المنتج بتاع البنك او اي منتج. فانت بتبسطي لها المعلومه يعني اي تي ام، يعني مش هي مش عارفه، هي خايفه ده مركز شرطه بالنسبه لها، تخاف تدخل.
فانت لما تعرفيها ان هي لما تكون عايزه مثلا تاخد 50 جنيه ولا 200 جنيه ولا 5000 جنيه وسهل انها تدخل وتتكلم وتعمل ده بيساعدها انها لما يكون عندها كارت الدفع المسبق ده وتروح معاها 100 جنيه مثلا تشحن بيها الكارت وتدفع بيه بتاعة فاتوره الكهرباء او وصل التليفون او لا يعني باسلوب بسيط جدا الست بتبقى عايزه تعمل ده عايزه تقول انا معايا النهارده فلوس ما اعرفش بكره في ايه بالزبط. فبتعمل كده فانت بتفهميها كل البرامج برنامج اقتصادي او برنامج اجتماعي او برنامج توعوي او برنامج تعليمي بيبقى ليه خطه الاول موضوعه وبعدين بيبقى فيه تحركات وفي برامج بتطبق في بعض المحافظات ما تطبقش في المحافظات الاخرى بتقسموا نفسكم لا يعني لا يعني في محافظات احتياجاتها غير الاحتياجات انا مستوعبه بالظبط يعني السنه اللي فاتت على ما اذكر دكتور مايا راحت افتتحت مزارع قطن في الاسماعيليه طب ده يعني من التمكين الاقتصادي للمراه والمشروعات الصغيره للمراه والرجل فعملت يعني كل ما يمكن ان احنا نشتغل عليه لتمكين الاسره المصريه مش المراه بس انت بتشتغلي على الاسره المصريه توعيه صحيه توعيه اجتماعيه توعيه سياسيه تاهيل سياسي كمان انها تشارك في العمل العام كمرشحه وكناخبه وتدخل المحليات وتقدر تدافع عن بلدها تقدر تحقق محليات يعني من اول ما بتصحي من النوم لحد ما تنامي بتتعاملي مع كل مرافق الدوله مرفق الكهرباء الميه الصرف الصحي الطرق الكباري وانت مش عارفه ان ده مرفق ونقل عام وان ليكي حق فيه وان تقدري تعملي شكوى فبتفهمها ده وبنوعيها ونقول لها شاركي وترشحي انا شايفه ان كل المشاكل اللي ظهرت مؤخرا في المجتمع ان الست مش ما يعني مش فاهمه حقوقها مفروض في توعيه قانونيه كمان بالزبط. في برنامج قانوني انا 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 شايفه ان هي دي النقطه الاساسيه في كل المشاكل اللي احنا بندور فيها لو احنا وصلنا لفكره الثقافه للوعي الفهم اكيد تعاملنا في الحياه هيكون مختلف أكيد. المجتمع نفسه مش ممكن هيقوم الا بمشاركه الرجل والمراه بالزبط. يعني ما ينفعش لا راجل بس ولا ست بس لازم الاثنين والاثنين يكونوا اقوياء عشان يقدر يحصل نهضه في المجتمع. معالي السفيره ملفت تلاوي استاذتنا الكبيره وهي بتتكلم قالت لك المجتمع كله محتاج توعيه. بالظبط. محتاج توعيه في كل حاجه مش الست بس ولا الراجل بس الاسره كلها بالكامل. بالظبط. كله عايز توعيه. وده دورنا. وده دورنا. المجلس القومي للمراه انا شايفه ان يعني بصراحه دكتور مايا يعني مش يعني كل يوم في جديد كل يوم في تطور كل يوم في احتياجات الوطن ايه وبنشتغل عليها احنا معانا محمد اهلا يا محمد اتفضل اهلا بيك في ساعه مع نبال وبصراحه يعني انا بوصني على الحلقه حلقه كويسه جدا وكنت عايز اتكلم يا فندم طبعا انا على موضوع اللي هي الحمله اللي هو حمله بلدي امانه اتفضل بالنسبه للحمله هي الحمله المفروض كنت بسال بس الضيف بتاع حضرتك هي تنزل محافظه الدقهليه امتى؟ وهل هي بالفعل نزلت ولا لا؟ حاضر هي الدكتوره هي ده سؤال السؤال الثاني يا فندم طبعا انتوا بتتكلموا في موضوع مهم جدا اللي هو المشاركه المجتمعيه للمراه وطبعا المشاركه المجتمعيه للمراه مهم جدا وتعتبر هي العصب بتاع عصب المجتمع وبدون المشاركه انت لا حضرتك يا فندم لو عايزه تشوفي مجتمع قوي بص لمدى مشاركه المراه في المجتمع مشاركتها ازاي نعرفها اللي يعني ايه خطوره شائعات ازاي نعرفها يعني ايه القضايا السياسيه اللي طبعا الدوله تعتبر ايه الدوله بتحاربها طبعا التحديات اللي الدوله برضو ايه بتحاربها من الخارج ده كله المراه لازم تشارك فيه يعني انت محمد انت مؤيد ان لازم المراه يكون ليها دور في المجتمع طبعا ويبقى عندها وعي كافي بالظبط يا فندم دور ومش وعي بس وخلاص لا ده دور مهم جدا يتعدى كمان دور الرجل لان طبعا المراه هي عصب البيت هي اللي هتربي الاطفال الصغيرين اللي المفروض شباب المستقبل اللي المفروض رجاله المستقبل بدون مشاركه المراه مفيش خلاص مفيش وعي مجتمع ضعيف فانا وجهه نظري ان الحمله دي جت في وقتها والحمله دي مهمه جدا يعني ترد على الناس اللي بتقول ان المفروض ان الست تقعد في البيت وان هي دورها بيقتصر على بس تربيه الولاد يعني انا شايفه من يعني المداخله بتاعتك ان انت بتحترم المراه
وبتحترم الدور اللي بتقوم بيه، ترد عليهم تقول لهم ايه يا محمد النهارده؟ انا وجهه نظري يا فندم ان من خلال اللي انا تابعته في الحمله في بعض المحافظات سواء في الفيوم او في المنيا او في بعض المحافظات اللي بالفعل الحمله نزلت فيها، كل شفنا مدى التفاعل ومدى المشاركه المجتمعيه الرهيبه للستات، ان هم عايزين خايفين على البلد، الستات عايزين لا احنا لازم نقف جنب البلد، لازم يكون لنا دور، يعني هم نفسهم حريصين على كده، بس عايزين اللي دايما يمد ايه الدوله تمد ايديها دايما للستات، الدوله تمد ايديها دايما بمبادرات بحملات علشان يبقى فيه مشاركه مجتمعيه، عشان يبقى فيه تفاعل بناء، عشان يبقى المراه ان بالفعل تفاعلت وان بالفعل حصل مشاركه ناجحه ومشاركه بناءه، اعتقد ان اللي هيبقى فيه مجتمع قوي، هيبقى فيه مجتمع زي ما حصل قبل كده في حرب اكتوبر، كان مثلا الناس بتحارب وفي نفس الوقت الناس متفاعله معاهم، النساء كان لهم دور، الاعلام كان له دور، كله كان له دور، فانا بصراحه بأثني على الحمله جدا، حمله مهمه جدا جدا وجت في وقتها. بس انا قبل ما اختم معاك يا محمد عايزه اقول لك حاجه، ان خلي بالك ان علشان المراه تقدر يعني تقوم بقى ويبقى عندها الوعي الكافي دوت، لازم مسانده كمان من الرجل، يعني مش بس هي لوحدها هتقدر تعمل ده لوحدها. اي نعم دلوقتي في مراكز ومجالس متخصصه بتدعمها بشكل قوي، لكن برضو الرجل له دور كبير جدا في دعم المراه. انا بأيد حضرتك جدا جدا في الطرح الاخير ده، وبدون الرجل هو اللي هيأهل لها ان هي تكون ست قويه، ان هي اللي هتشارك، لان بدون الرجل هي مش هتشارك وهتقعد في البيت، هي دي المشكله. وطبعا لازم المجلس القومي للمراه برضو انا وجهه نظري دوره فعال جدا في ان يأهل سواء الرجل او المراه للتوعيه، يأهل وعي برضو تأهل وعي الرجل ان لازم الست تشارك، لازم الست تشارك في كل الموضوعات، في كل القضايا اللي بيناقشها المجتمع. أنا بشكرك جدا يا محمد وبشكر مشاركتك في ساعة معني. برجع لحضرتك تاني، ايه تعقيبك؟ اتفضلي. قال هيتنزل محافظة الأهلية امتى؟ يا أستاذ محمد الحملة مستمرة من شهرين، بتنزل بالتوازي في جميع محافظات الجمهورية، لو كان أربع أيام بيبقوا نفس الأربع أيام اللي هنا، بيبقوا هنا نفس الأيام، هي مستمرة من الشهر اللي فات ومستمرة إلى الآن. حضرتك تقدر، هم البرنامج عرض صفحة المجلس دلوقتي، ادخل على صفحة المجلس الموقع وطلع اكتب محافظة الدقهلية وشوف حضرتك الحملة في شهر اكتوبر انهي كرة راحتها، هتلاقي الكرة مكتوبة، هتلاقي صور الكرة وممكن تكون صورتك فيها لو انت من الدقهلية، ممكن، وهتلاقي الموضوعات اللي اتناقشت والندوات اللي تمت والفعاليات اللي اتعملت، كام قرية اتزارت، كام أسرة اتعمل لها توعية، كل الأنشطة، كام قافلة ثقافية وقافلة طبية زارت، هتلاقيها على الموضوع. دكتورة يعني أنا شايفة بصراحة، ومن النهاردة يعني من خلال النهاردة ساعة مع نبال، بوجه كل التحية لرئيسة المجلس وكل أعضاء المجلس على الدور اللي هم بيقوموا بيه، لأن زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة إن إحنا فعلا ينقصنا العلم، يعني إن إحنا نفهم المجلس ده بيقوم بإيه، إيه دوره، إيه أهدافه، هو عايز يعمل إيه. عايز أقول لحضرتك حاجة، انه مش يعني مش نركن على المجلس بس، احنا المفروض نصور من انفسنا. انا عايز اعرف حاجه، لازم اسعى المراه المصريه، احنا بناكد وبنركز وبناكد 100 مره ان فروع المجلس منتشره في 27 محافظه، في بالنسبه لمحافظه الجيزه اللي انا بنتمي ليها هو في شارع الهرم، في مكتب اسمه شكاوى المراه في كل فرع، لو اي شكوى عند حضرتك بتقدري تتوجهي للفرع وتقدمي شكوتك وهتلاقي حد يحلها لك، ولو محتاجه حاجه قانونيه، دعاوي، اي حاجه بتترفع وبالمجان. حضرتك اذا عايزه تعرفي خدمه تقدري، لو عايزه تتطوعي في المجلس تقدري تتطوعي، لو عايزه حضرتك بتعملي منتج او بتعملي حرفه او بتعملي مشغولات او باي نشاط وعايزه تسوقيه بتتوجهي وتشاركي في التسويق اللي بيتعمل للمجلس عن طريق المعارض المجانيه الدوريه اللي بتتعمل مجانا
في كل قرى المحافظه. هو دلوقتي كمان هو الموقع عمال يعني بيعرض على الشاشه والخط الساخن يعني للي يحب ان هو يتواصل مع المجلس في اي قضيه، مش اي مشكله تزوري الفروع عندك الخط الساخن. مش قادره ده ولا ده، افتحي موقع المجلس وصفحه المجلس على الفيس واعرفي ابنك يقول لك بنتك تقول لك بيعملوا ايه، وتتوجهي للنشاط اللي انت عايزاه. لجان المجلس فيها كل اللي حضرتك بتسالي، لو عايزه تتدربي على حرفه او مهنه او بناء قدرات او تنميه مهارات في احد المجالات، اذا كنتي بنوته متخرجه من الجامعه عايزه تعملي سي في كويس، عايزه تاهلي نفسك لسوق العمل، عايزه تاخدي لغه، عايزه تاخدي معرفه، عايزه تكتسبي خبره، بتقدري تقدمي وتشوفي انشطه المجلس، تشوفي النشاط اللي يناسبك وتتوجهي. والله يا دكتوره انا مبسوطه جدا من انا اللي سعيده ان حضرتك حقيقي النهار. يعني في دور بتقوموا بيه، في توعيه بتحاولوا توصلوها بشكل قوي لكل ست حتى في الـ 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 القرى والاماكن البعيده، يعني ما اقتصرش الموضوع على محافظه القاهره. بحييكم ان انتم بتقدروا تتكلموا بلغه كل واحد، يعني برضو ده موضوع مش سهل ان انا اقعد مع عقليات مختلفه وثقافه مختلفه واروح لناس بسطاء جدا جدا عشان اقول لها حقوقك وانت تقدري تعيشي بطريقه كريمه وانك انت تقدري تتعالجي، تقدري تدخلي دخل لنفسك، تفهموهم حتى اللي بيحصل حواليهم. انا شايفه ان ده دور كبير جدا. كل التحيه والتقدير لكل اعضاء المجلس وليكم حقيقي. يعني انا فخوره ان موجود في بلدي حاجه بالكيان ده وبالقيمه دي. انا فخوره جدا ان قناه الصحه والجمال والبرنامج ساعه مع نبال يخلي الساعه كلها عن المجلس القومي للمراه وعن المراه المصريه وعن الخدمات اللي تقدم للمرأة المصرية، واهتمام البرنامج واهتمام القناة إنها تساعد المرأة المصرية للوصول لحقوقها وواجباتها عن طريق المجلس القومي للمرأة. أنا سعيدة جدا بده وبحييكم على البرنامج، وكنت سعيدة جدا النهاردة إن أنا موجودة معاكم. يعني أنا طبعا بشكرك جدا، وطبعا من أفضل الـ 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 الأمور إن المجلس يعني دعموا الرئيس السيسي بشكل قوي جدا. وأنا شايفة مجهوداتكم إزاي وشايفة الدور اللي أنتوا بتقوموا بيه. عايزة أقول لحضرتك توجهي إيه لكل ست مصرية بتشوفنا النهاردة في ساعة مع نبال، وتقول لها إيه؟ أقول لكل مرأة مصرية بلدك أمانة، مصر أمانة في إيديكي يا أم الولد يا أم البنت يا زوجة الأخ والأخت، وأنت كل حاجة، أنت المرأة المصرية الأصيلة اللي وقفت جنب بلدك من ثورة 19 لحد النهاردة في كل الثورات، في كل الاستحقاقات الدستورية، في كل حاجة بلدك محتاجاكي دلوقتي. الإشاعات الموردة، الدعاوي اللي عايزه الفوضى ترجع تاني، اللي بتدعي للمظاهرات، اللي بتقول حاجات مش حقيقيه. بصي حواليكي وشوفي بلدك، انت قادره تعيشي وقادره تخرجي وقادره تنامي في امان، وقادره ولادك يخرجوا ويطلعوا في امان. شوفي حواليكي الناس عامله ازاي، شوفي الدول اللي حوالينا الدنيا فيها عامله ازاي، شوفي الدول الثانيه اللي زي تركيا اللي عماله تعتدي وده يدخل كان الدول بقت متاحه. كفايه ان بلدنا قادرين نتكلم، قادرين نقعد مع بعض، قادرين نطلع في التلفزيون اهو نعبر عن راينا، بنقول اللي احنا عايزينه، بناكل وبنشرب وبنخرج وعايشين في امان، عايشين في امن وامان. حافظي على بلدك، حافظي على الامان، حافظي على اولادك، خليكي قدوه لاولادك، علمي اولادك حب البلد، الولاء، الانتماء، وحافظي على بلدك عشان بلدك امان. دكتورة جمهورية عبد الرحيم، بشكر حضرتك وبشكر وجودك النهاردة في ساعة مع نبال، وتوصلي يعني تقديرنا واحترامنا لكل أعضاء المجلس على الدور الكبير اللي انتوا بتقوموا بيه حقيقي، وإن شاء الله من تقدم لتقدم. بشكر حضرتك. وأنا بشكر حضرتك. في ختام ساعة مع نبال
طبعا بوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ومناصرته للمرأة المصرية في كل المجالات. بشكر المجلس القومي للمرأة على دعمه القوي لكل ست مصرية، وبالأخص طبعا حملة بلدي أمانة في المرحلة الثانية ليها اللي نزلت كل المحافظات وكل القرى والنجوع علشان تقدر تقدم الوعي الكافي للمرأة. نبال دايما بيبقى ليها ختام وليها كلام عايزة تقوله لكل ست: اوعي حياتك تتقفل انك ما تبقيش فاهمة ولا تبقي عارفة. لازم تفهمي وتعرفي، لازم تبقي عارفة ان دورك مهم جدا في المجتمع. عمر مجتمعنا ما هيقوم الا بوعيك وبثقافتك وبفهمك. ما تجريش ولا تشدك الشائعات المغرضة اللي بتحصل واللي مالية السوشيال ميديا، واللي احنا مش فاهمين كتير من الستات وانا بتكلم بصوتهم ما بيبقوش عارفين يا ترى ده صح ولا غلط، لكن بنتجر وراها عشان ما عندناش وعي كافي، ما عندناش ثقافة كافية. لو فاهمين حقوقنا، لو فاهمين دورنا، لو فاهمين كل اللي بيحصل حوالينا مش هنمشي ورا الأكاذيب دي. هنبقى فاهمين نقرأ إيه وما نقراش إيه، نسمع مين وما نسمعش مين. وعيك مهم، وده اللي بيقوله ساعة مع نبال كل مرة، إن الست دورها قوي جدا. كل المشاكل مؤخرا ظهرت في المجتمع نتيجة عدم وعينا، عدم ثقافتنا. الموضوع مش صعب زي ما ضيفتي النهاردة قالت، إن مش كافي إن يتم دعم من الناس اللي حواليا، لازم أنا كست أبقى عايزة أعرف وعايزة أوصل وعايزة أنجح. هو ده اللي هختم بيه النهاردة. بفعل معاكم هاشتاج بلدي أمانة، وياريت تتفاعلوا معانا، وياريت يبقى من جواكي الإرادة والإصرار إنك تعرفي وتفهمي اللي ليكي واللي عليكي عشان نقدر نعمل مجتمع سليم ناجح. بينا إحنا الستات سيدات مصر. شكرا، تصبحوا على خير.